السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين المصطفى بالزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء شيعتهم ومنكري فضائلهم من خلق آدم إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى أبيك أول المظلومين وعلى أمك سيدتي نساء العالمين وعلى أخيك المسموم أبي محمد الحسن وعلى أخيك قطيع الكفين أبي الفضل العباس. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أختك سيدة الصبر وفخر المخدرات زينب. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي، معكم لا مع عدوكم ولا مع غيركم، فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى مولاي لو أن ذلك يحصل الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلاياه تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائمين وحنيني حتى البكاء ما خلوها تبكي الزهراء. والداخلين على البتولة دارها يا والمسقطين لها يا أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده يا والطهر تصرخ خلفهم برنيني. خل ابن عمي أولاك شوف للدعاء يا رأسي واشكو للإله شجوني أبتا يا عاد السامري وعجله يا وقد مال الناس عن هرايا أواني صحيت يفض صدري انعاب محسن سقط مني بعتبة الباب. اي والله جت فضة ولقتها يا فوق العتاب يصيل يسيل من الصدر وضلوع الدم يا يسيل من الصدر وضلوع الدم. بعدين أخذوا أمير المؤمنين
واقتادوه من بيته. خرجت فاطمة الزهراء خلفه منادية: خل ابن عمي أمير المؤمنين سلام الله عليه أرجع سلمان. قال: يا سلمان ارجع فاطمة إلى الدار. رجع سلمان إلى الزهراء قال: يا فاطمة ارجعي إلى الدار. قالت: عم يا سلمان ضربوني صبرت، شتموني صبرت، أما على علي وابن عمي فلا صبر يا سلمان. قال لها: يا فاطمة إن علي يوصيك بذلك. رجعت الزهراء سلام الله عليها وأخذت تخفي آلامها على أمير المؤمنين، إلى أن جاءت المنية إلى الزهراء على آلامها ومصابها، فاستشهدت الزهراء وكان أمير المؤمنين يباشر تغسيلها، وإذا به يجد ضلها من أضلاعها مكسورة. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. جلس إلى زاوية الدار أخذ يبكي. جاءت أم سلمة قالت: مولاي هذا المصاب أنتم توصوننا بالصبر وتجزعون. قال: يا أسماء لقد وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورة. أقل ضلع واحد يا علي وهد حالك، شاضلوا حسين شو تسوين؟ والله ضلع واحد يا علي وهد حالك، شاضلوا حسين شو تسوين؟ يا علي وبكربلة مو بس ضلع، والله دموع دم هلت الدميع. يا علي وضلوع قامت يا علي تومي لك تومي لك. في ليلة الحادي عشر من المحرم زينب خرجت من الخيمة التي فيها الإمام السجاد، وإذا بفارس يقف على باب الخيمة. قالت: من أنت؟ قال: بعثني الأمير عمر بن سعد ليحرسكم. لطمت وجهها قالت: بعد عيني أبي الفضل العباس أنت تحرسنا؟ أسألك عن طفلة من أطفالنا هل رأيتها؟ قال: نعم، ذهبت نحو الأجساد. ذهبت زينب خلفها وجدت الطفل على جسد أبيها الحسين. قل لي: يا والدي يا والدي والله هضيمة هضيمة، أنا عيش من زغري يتيمة. والله يا والدي أثار الأبوي أنا يا ياس خيمة يا والله خيمة يفي على أولاده وحريمة، يا يفي على أولاده وحريمة. قالت لها زينب: بنية ما الذي أوصلك إلى هنا؟ قالت: فررت على وجهي وتخطيت الأجساد حتى وصلت إلى جسد أبي الحسين. قالت لها: بنية ومن أين علمت إنه جسد الحسين وهو جثة بلا رأس؟ قالت: عم عندما كنت أتخطى الأجساد وإذا بصوت من المنحر: بنية إلي إلي يا بنية. ساعد الله قلب زينب. قل له: والله حسين والله حيرتني حيرتني، أنا حرمة بيتامة كلفتني. خويا دنعاض يا خويا وشوف ماتني، متني صياط زجر الور ومتني. والله صياط زجر الوايا الرمايا يا يتني بأبي التي
ورثت مصائب أمها وغدت تقابلها بصبر أبيها. يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج يا الله، وسهل له المخرج، واجعلنا من خدامه وجنوده ومقوية سلطانه والمستشهدين بين يديه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، آمنهم في أوطانهم، لا تسلط عليهم من لا يرحمهم، اللهم ولا تجعل لأعدائهم عليهم من سبيل يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها احفظ علمائنا الربانيين، لا سيما المرجع الأعلى السيد علي السيستاني حفظه الله، اللهم اجعله ذخرا لشيعته، اللهم لشيعة أمير المؤمنين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمد وآل محمد، واخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اخواني اخواتي الحاضرين في هذا المجلس، اللهم لا تخرجهم من هذا المكان المبارك الا بقضاء الحوائج واستجابه الدعاء وشفاء المرضى وتيسير الامور وازاله الهموم وكشف الكرب يا ارحم الراحمين. اللهم بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ارحم موتانا يا الله، ارحم شهدائنا، شافي جرحانا، فك اسرانا. اللهم خدمه الحسين ارحمهم برحمتك الواسعه، اللهم احشرنا مع الشهداء والنبيين والصالحين الى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولايه والايمان والشهداء والعلماء، رحم الله من اهدى للجميع ثواب سوره المباركه الفاتحه مسبوقه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد.